يا هلا فيكم متابعين قناة بيبو أرت. اليوم راح أعطيكم نبذة عن أجمل تطبيق في عالم الرسم، وهو تطبيق البروكرييت. تطبيق صعب إن الواحد يوصفه في كلمة من جماله، وما في تشروحات كثيرة عنه في اليوتيوب غير بالإنجليزي، لذلك أنا حبيت أكون أول من يعطي نبذة بسيطة عنه باللغة العربية. هنفتح الكانفاس، هنفتح التطبيق وناخذ كانفاس، وهنعمل طبقة، وهناخذ فرشة، المربع الأول أو السطر الأول لزيادة حجم الفرشة، أما الثاني لزيادة كثافة الفرشة. هنعمل دائرة بسيطة، راح نرسم دونت طبعا، وهنعدل على الدائرة بعد التحديد. أداة التحديد فيها سهلة وبسيطة جدا، ما عليك إلا تختار السهم وتختار من الأسفل شكل التحديد المطلوب، والتعديل عليها بكل سهولة بالسحب. ناخذ طبقة جديدة تحت الأساس اللي رسمناه، وطبقة في الأعلى عشان نعمل طبقة الشوكولات. هنسحب اللون ونرميه وحيتلون. نخفف الطبقة عشان نمسح الدائرة من الوسط، ونزيد طبقة سفلية عشان نرسم الدونت من تحت. نلون بالبيج، نمسح الزيادات وداخل الدائرة الأسطوانة الصغيرة في المنتصف. هناخد أداة البلندر ونخفف الخطوط الحادة، نعمل لها تمويه. هنزيد أماكن الفراغ اللي يحتاج إن إحنا نزيد فيها اللون، ونعدل لغاية ما نوصل لشكل الدونت الطبيعي. هنعمل شوية تظليل على الدونت نفسها بلون أغمق، إضاءة خفيفة، وهنعمل لها تمويه، علامات بالأبيض للمعة عشان تعطي انعكاس الضوء على الشوكولات، زيادة لمعة بالأبيض تعطي شكل جمالي وواقعية للرسمة. الظل طبعا ما ننسى الظل، يعطي فرق مختلف وكبير للرسمة. شوية زيادات ونمسحها. الظل يغير الرسمة 180 درجة ويعطيها واقعية عميقة. شوية حلويات عليها من فوق، أو السكاكر البيضاء. هنحدد ونعمل طبقة ونظللها، ونسحب شوية بعد التمويه عشان تعطينا الظل، ظل الحبيبات البيضاء. وكذا انتهينا، إن شاء الله استمتعتوا. باي، أشوفكم في فيديو جديد.